في لفظ صحيح البخاري الآخر: وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى يخرج شهر رمضان بأكمله. فهذه المداومة وهذا الاستمرار في كل يوم وليلة من رمضان أنشأت لنا سنة نبوية عظيمة، أن نشتغل بكتاب الله الكريم في أيام رمضان ولياليه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له. قال: وفيه دلالة على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان وخاصة ليلا. قال: لأن الليل أبعد عن الشواغل والصوارف وأهدأ للنفس وحضور القلب. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.